مرحبا بيكم. وبيك يا عيش. لاباس عليكم؟ الحمد لله. الحمد لله، عرفنا عليك. حمودة بن عبد العزيز من خميس الدريدية. ما شاء الله، اي منين؟ بنزرت مزرعة عبد الرحمن. مرحبا مدام. أنا نادية دريدي من مزرعة عبد الرحمن. كيفو راجلي؟ مرحبا. أنتم مقيمين بالخارج؟ أي مقيمين بالخارج. وين تحديدا؟ تحديد روديز. حكينا شوية. شنو نحكي لك؟ غاتيك على الأوضاع غادي. أوضاع تعاش مثلا. شنو هما الأوضاع اللي تحب؟ في الريتم دو في، العباد كيفاش؟ هل فما توانسة غاديكا؟ كيفاش تعامل معاهم؟ توانسة نورمال، الناس الكل تخدم على روحها وفيف لا فرونس. وشنو؟ عايش مش كيما هنا؟ ترانكي. مش كيما هنا؟ ديما ما فماش متهني على البارسية غادي. مش كيما هنا على الخدمة، على عندك ولاد، عندك فرنسا، فرنسا يعني عليها سينو. قداش عندك انت تعيش غاديك؟ من 2008 عندي 14 كيك 15. برشا معناها مدة باهية. مدة باهية، ما تحسهاش مدة طويلة راهو. تقول البارح طلعت معناها ما نحسش اللي فما غربة. ولا ما تحسش؟ وخشاش الغادي ولادي مرتاح. يعني كي نجي لهنا هنا ما نرتاحش برشا، فهمت؟ مش شنو ما ترتاح فيك في اي حاجه. هنا تبدا تمشي تغلط في صخاق من الصخاقات و في فرنسا مرتاح حاسلو. كي نحكي وانا قلت لك احكي لي على الغربه من ناحيه عائلتك مثلا، الفامي نتاعك بتبيع، نصورك توحش امك، توحش بوك، توحش اخواتك. تتوحش من بعد، تتوحش بطبيعة امك واخواتك وعومتك وتتوحش كل شيء، فهمت؟ ما انت حكيت لي قلت لي شنو فرنسا، قلت لك فرنسا هكاك حكيت لك فرنسا مرتاحه، معناتها مرتاح فهمتني، على عيشه عندك امراه وخشاش، ما تخافش على ولدك غدوه شزو طبيب ولا مرضت باش تخاف ولا فهمني. ما انت حقوق مضمونه يعني؟ حقوق مضمونه ايوه شكاك، ما تجني على حاجه كان ما تخدمش، حقوق مضمونه في المرض في كل شيء. انت كيفاش قررت انك تهاجر؟ مرتي قالت لي لازمك نعرس وتطلع لفرنسا. يا اخي عرست وطلعت فرنسا. كان قرارها هي يعني؟ كان قراري زاد هو شويه، فهمت؟ وزيد انا نحب فرنسا يا اخي كاو. جيت بطبيعتها؟ جيت بطبيعتها. قداش عندكم تعرفوا بعض؟ ملي صغار، ملي 12 سنين. 13 13 14 بنت حومشي في بنت بلادي هي. نعرفوا بعضنا ملي صغار. عندنا 25 سنة حاجة كيما نعرفوا بعضنا. يعني تمنوا بالحب من أول نظرة وأنتم صغار؟ نأملوا أي نأملوا. الحاجات اللي فيها باهين اللي أنت بالرسمة معناتها تعجبك فيه؟ شنية؟ مدام. مدام كل شيء والله. كل شيء. كل شيء. فماش أكيد فما دي ديفو كمان. اي ديفوات قلقة تشد فيسة تكسلير تشربو ديزل. بالنسبة ليك مدى شنو الحاجات اللي ما تعجبكش فيه؟ خليك صريحة. ماشي وماشي. كانت ديفوات اللي عندي ديفوات تنحاو الحمد لله. كانت بكري ما عندي بورشة ديفوات. ما توب تيب 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 ايوا شتوبت. شنو اللي يخليك توب؟ معناها مرتك بالضغط ولا خاطرك سايي انت رزنت؟ سايي ومرتي قالت لي هذا يا هذا زاد خير، وانا سايي هكا ولدي كبر و هيك هو هذا اختيار. خاطر ولدك كبر معناها لازم يشوف بوه في ايواش هذيك ايوه ان اكزامبل معناها لازم البو يكون مثال وقدوه بالنسبه لل هكاك ايواش البو اي بالطبيعه ولدك عمره 12 سنه يشي لك سكران زاد ولا راك تعرق مع امه كل يوم حكايه هيك وزاد هي شجعتني شويه وانا حاط فيه وانا ريت روحي داخل في الحيط.
هيك وانا تبنى ولاباس والحمد لله. شو شنو تخدم غاديك؟ نخدم في معمل نتاع لوح، كنت نذبح في الحلوف وشويه كمان من لوح. نخدم في بطوار نتاع حلوف كنت. وشويه انا بدلت الميتيه وليت نخدم معمل نتاع لوح يعملوا اللي بيبان وكل. علاش بدلت صان الخدمه؟ بدلت خاطر شي حلوف وقومين الاربع تاع الصباح. نتصور مش قومين الاربع تاع الصباح. قومين الاربع يتعب. الاربع تاع الصباح يتعب قومين الاربع تاع الصباح، حتى ما تخدمش قوم الاربع تاع الصباح تتعب. غاديك ما تاكلوش لحم الحلوف؟ لا ما ناكلوش. ناكلو حلال، ناكلو حلال. اي نعم ما فما غاديك اماكن عندكم فيها ثقه باش تاخذوا منها؟ فما مالا انا العرب تبيع في اللحم و عندنا العباد بيان سور يذبحوا الحلال ناكلوا الحلال. تحاول تحرص انك ما تعملش حاجه حرام معناها. بيان سور يعني الحلوى تو كي باش ياكلها تقراها تشوف لومبالاج تاعها كان فيها الحلوف ولا لا. اي حاجه كان بيغرس فيها الحلوف يا تو. كل شيء فيه. فما الخبز سويقي فيه الحلوف. اللي باقيت فما باقيت فيها الحلوف تو. ما يصعبش حياتكم انه اي حاجه تاخذوها تبدا خايفين؟ لا ما يصعبش يقراوا ونشوفوا كهو. تخاف كان على الخشاش خاطرك شي يحبوا يجربوا ويحبوا وتقول له هذيك لا لا وكل. هو كي يبدا صغير يحب يجرب كما احنا كنا صغار. جربنا وبسرق على ماتنا وبسرق على باتنا. هذاك تخاف. انت قبل؟ عاد انا كبرت هنا انا طلعت عمري 29 سنه انا 28 طلعت فرنسا. جربت ما جربش الحلوف ماناش حلوف احنا هنا. بالطبيعة. اي جربت نتكيف وحلت فيه جربت باش نسكر اني وحلت. توا ولدك ما شاء الله معناها ماشي ويكبر، تخاف عليه من شنية بالضبط؟ تخاف عليه من شنية؟ ولا تخاف عليه من الخلطة الخايبة. الخلطة الخايبة هي اللي تخوف كوا. أنا نخاف عليه اللي ما كملش قرايته أول حاجة. لازم يوصل لازم يقعد يقرا هذاك هو كهو وبعد حد شيء ما يخوفني منه كان القرايه يدي الشبرد في الاخر على القرايه ولا فهمت ما بعد يعيش كما يحب هو انت قلت القرايه غاديك تحكي معاه بالعربي يقرا ديكور راب يقرا ديكور راب كنا على حد يقرا القران يقرا بالعربي نحكي معاه بالعربي يفهم بالعربي تقول جاي من البلاد بالعربي نشوفوا برشا اولاد يعني مقيمين بالخارج ما يحكيوش بالباهي حتى يقول لك المشكله من بويا هو اللي معلم كي يبدا واحد مولود في فرنسا ومرته مولوده الزوز تولي صعيبه فهمت احنا ديما نحكيو بالعربي بيناتنا وولدي نطق بالعربي بالكدا ما شاء الله يجلو اي حشيم زاد حشيم تقريبا عكس بو هيك انا كاميرا ما حشمتني باقي ما نحشمش ما نحشمش خاطرني انا. ما الكاميرا مش مال بال واحد هكا. كي نحكيو على تونس. تونس. جيتوا صيف سنة باش تصيفوا هنا بطبيعة. صيفوا وين؟ شنو الحاجات اللي عجبتكم؟ شنو الحاجات اللي تحسن؟ أي واحد كبر هنا كل شيء يعجبك فهمت؟ وبعد فما حاجات تراهم معوجين أنت تعيش فيهم كنت. ما خاطر كي ولفت بحاجات في فرنسا تقول شباب معوجة هذه هكا ولا هذه. وبعد تتذكر اللي انت هي البلاد هكاك خاطر كانت تتصاوب تولي ماش بلادي تولي نمشوا للفافيلاس ولا وين واضح كلمة الختام مش نحب اي ربي معاكم وربي ما تونس كما يقولوا وشنو اخر عاوني شنو نقول وحل ان شاء الله تونس بخير وتحية تونس شكرا